السبت المقبل موعد لانبثاق أسرع كابينة وزارية تتشكل بعد التكليف منذ سنوات طوال، حيث يعتزم المكلف بتشكيل الحكومة محمد الشيع السوداني عرض حقائبه الوزارية 23 كاملة على مجلس النواب للتصويت على منحها الثقة، لتطوي صفحة مضطربة سياسيا ومتوترة مجتمعيا خلفها الانسداد السياسي الذي عقب انتخابات تشرين الأول الماضي. مصادر مطلعة على تفاصيل مباحثات الساعات القليلة الماضية كشفت عن خارطة توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية وهي مقسمة كالآتي: 12 وزارة للقوى السياسية الشيعية وهي الداخلية، الصحة، النفط، الكهرباء، المالية، والاتصالات، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، الزراعة، والنقل، والعمل، بالإضافة إلى الموارد المائية. وست وزارات للقوى السياسية السنية وهي الدفاع، التخطيط، التربية، الصناعة والتجارة، والثقافة، التي أضيفت للحقيبة السنية بدلاً عن وزارة الشباب والرياضة. وأربع وزارات للقوى السياسية الكردية: الخارجية، والعدل، الإسكان والإعمار، والبيئة، ووزارة للمكون المسيحي وهي الهجرة والمهجرين. كشفت المصادر أيضاً عن إمكانية إضافة حقيبة في الساعات القليلة الماضية تمنح للمكون التركماني أو الأيزيدي حرصاً من السوداني على إشراك الجميع في القرار، مشيرة إلى أن بعضاً من المستقلين سيحصلون على حقائب وزارية من ضمن حصة القوى السياسية الشيعية، فيما سيذهب نحو 20 مستقلاً نحو جبهة المعارضة البرلمانية حاملين شعار الرقابة والتقويم.